مرحبا، أنا دكتور رغيد الزهيري. الجديد معنا هو الليا سيمبلز. هذا الفحص هو الليا سينجل سيمبلز المخترع من قبل ليا هاي بارينين الفنلندية. أول ما نبدأ بالفحص راح نعطي هذا إلى الطفل، والطفل راح يعطي تسميات. مرات الطفل ما يعطيك، ما يقول لك هذا تفاحة، أو مثلا يقول لك هذا شنو، يعني نعرف هو شو يسمي الأشياء، السيمبلز شنو هو يسميها من وجهة نظره. فبعد ما نعطي هاي للطفل بيده، فراح الطفل يسميهن بالتسمية اللي هو متعود عليها. نبدأ بالفحص على بعد 3 أمتار. التيست مالتنا هذا موجود باللوغمار، موجود بالميتر الإنجليزي، موجود بالفيت الأمريكي. نظام الفحص كله موجود. فمثلا هذا هنا عندنا 66 على بعد 3 متر. التيست نقدر نسويه على بعد يختلف عن 3 متر، بس هاي اكو بيها معادلة موجودة عندنا. اذا مثلا تريد تفحص على بعد مترتين او على بعد مترة او ايش قد يكون الفحص، عفوا، راح نقدر، بس المعادلة موجودة عندنا. فهذه 66 مثلا، هنا الفحص 6.48، هنا مثلا الفحص 6.6. راح نستخدم هاي القطعة على بعد 3 متر هكذا أو هكذا أو هكذا، ونقول له هذه شنو. فهذا فحص 6.6. الطفل لازم يميز 3 على فحص 6.6 مثلا، لازم يشخص 3 symbols. إذا شخص بس 2 symbols مثلا، هذا لا، هاي ما راح نعتبرها موجب. راح نقول إنه الفحص هو 6.9، بس نكتب يمه زائد 2، يعني الفحص البصر راح يعرف إنه هو 6.9 الطفل، لكن شخص زائد 2، شخص 2 symbols من أصل 6.6، بس كي نعتبره 6.6 لازم يشخص 3. هذا المنشأ، أمريكي المنشأ، و الفحص من قبل هذا التيست هو من قبل ليا هاي بارينين الفنلندية العالمة في مجال الأوبتكس. هذا جديد معانا. أنا دكتور رغيد الزهيري.